التقييم الأولي يشير إلى وجود في حدود حوالي 100 منزل في ولاية الرستاق متأثر، وأيضا انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق، وانقطاع أيضا خدمة المياه. ولكن اليوم في أثناء تواصلنا مع الإخوة في المختصين بالكهرباء ذكروا أن الكهرباء ستعود إن شاء الله اليوم حلول الظهر إن شاء الله، وأيضا بعض المناطق وصلها أيضا وصلها المياه، خدمة المياه. الطرق أيضا اللي كانت مغلقة تم تسهيل الحركة فيها أجزاء كبيرة منها. أيضا اليوم يعني مرينا على وادي بني خروس والحركة فيها انسيابية، وأيضا اطلعنا على الأضرار، أغلبها أضرار في بعض المنشآت والبنية التحتية، ولكن الحمد لله أن الله تعالى سلم ولا توجد أضرار في الأرواح، وهذا هو الأهم.